شماوة وورا روحة قدس العالمين أودي لخبعي تراب ثهلي شبح حاخد لا شلوى بايت اخم كللتا مليت كل عذران وخلطوين دت مار وارو يدخل اوا وورا روحة قدس العالمين
نتضرع إليك أيها القدوس المجد القوي اللامائت الذي يسر بالسكنى في القديسين. التفت يا رب واشفق علينا وارحمنا كعادتك كل حين. يا رب الكل الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. تاريخ مار أنر يا ربنا وإلهنا عقولنا لكي نسمع ونفهم تعاليم وصاياك الإلهية اللذيذة. وهب لنا بنعمتك ورحمتك أن نجني منها فائدة المحبة والرجاء وخلاص النفس والجسد، فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيقي يقول: يا إخوة بارخ ما لينورك المسيح بتعليم مقدسة ويجعلك مرآة صافية لجميع المصغين إليك. من بولس وسلوانوس وطيمثاوس إلى كنيسة التسالونيقيين التي في الله أبينا وربنا يسوع المسيح: النعمة معكم والسلام من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح. إنه يجب علينا أن نشكر الله من أجلكم يا إخوتي في كل حين كما يحق، لأن إيمانكم يزداد كثيراً ومحبة جميعكم تكثر من كل واحد لصاحبه، حتى إن نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله لأجل إيمانكم وصبركم في جميع اضطهاداتكم والشدائركم التي تحتملونها لإيضاح حكم الله العادل لتستحقوا ملكوته الذي لأجله تتألمون. فإنه من عدلي عند الله أن يكافأ بالضيق الذين يضيقون عليكم، وأنتم الذين تتضايقون يحييكم معنا عند ظهور ربنا يسوع المسيح من السماء مع قوة ملائكته، حين ينتقم بلهيب النار من الذين لم يعرفوا الله ومن الذين لم يطيعوا بشارة ربنا يسوع المسيح. فإنهم سوف يجزون في الدين هلاكاً أبدياً من وجه ربنا ومن مجد قدرته، إذا أتى ليتمجد في قديسيه ويظهر عجائبه في مؤمنيه، لتصدق شهادتنا لكم في ذلك اليوم. لذلك نصلي من أجلكم في كل حين ليؤهلكم الله لدعوتكم ويملأكم من كل إرادة الصالحات وأعمال الإيمان بقوة، حتى يتمجد بكم اسم ربنا يسوع المسيح، وأنتم أيضاً به على حسب نعمة إلهنا وربنا يسوع المسيح. والنعمة والسلام معكم يا أخوتي. آمين. Yeah.
البارحة واجتاز فيها إذا برجل اسمه زكا كان غنياً ورئيساً على العشارين وكان يحب أن يرى يسوع من هو ولمن يكن يقدر من الجمع لأنه كان قصيراً القامات فأسرع وسبق يسوع وصعد إلى الجميزة لينظره لأنه كان مزمعا أن يجتاز بها فلما انتهى يسوع إلى ذلك الموضع رآه فقال له أسرع انزل يا زكا فاليوم ينبغي لي أن أكون في بيتك فأسرى ونزل وقبله فرحا فلما رأى الجميع ذلك طفقوا يتذمرون قائلين إنه يدخل فيحل عند رجل خاطئ فوقف زكا وقال ليسوع ها أنا يا رب أعطي للمساكين نصف أموالي وكل من قد غبنته في شيء أرد له الواحدة أربعة أضعفين فقال له يسوع اليوم صار خلاص لهذا البيت لأن هذا أيضا ابن إبراهيم لأن ابن البشر إنما جاء ليطلب الخلاص لمن كان هالكا الشوحى لا لها أمين روحا نمشي حمارا. إنجيل اليوم رائع بكل المقاييس. إنجيل اليوم من أحلى الأناجيل اللي موجودة في إنجيل لوقا. وهذا الإنجيل أو هذا النص مثل أو مشهد زكا فقط موجود في إنجيل لوقا، يعني لا بيوحنا ولا بمرقس ولا بمتى موجود هذا النص. نجي على مرحلة مرحلة، شنو معنات اسم زكا؟ زكا شنو اسمها بالعبرية حتى بالعربي شوية قريب؟ هذا الإنسان زكي، نقي، طاهر، طاهر. هذا مع العلم كان اسم على غير مسمى، اسم على غير مسمى. ليش؟ لأن زكا كان مكروه من قبل الناس، من قبل الشعب، والدليل قالوا أنه يا رب شلون أنت تدخل في بيت إنسان خاطئ؟ لأن في هذاك الزمان العشارين كانوا الناس مكروهين، كانوا يأخذون المال من الشعب، من السلطة الرومانية في هذاك الوقت، فكانوا يعتبروهم الخونة من الشعب، كانوا يعتبروهم ناس خونة. فزكا كان واحد من عندهم. لكن أكو حدث كلش مهم. زكا هو إنسان غير طبيعي، هو إنسان عنده عوق، قصير القامة، قزم. لكن هذا العوق بهذا الإنسان زكا حول إلى إنسان آخر. شنو المقصد من هذا الإنجيل اليوم؟ إحنا كل واحد من عندنا عنده عوق، كل واحد من عندنا عنده نقص، لكن النقصات يمنا هي تختلف، تختلف. بس هذا النقص يكملنا ويقربنا من الله أكثر وأكثر. كل حدث أو كل مقصد موجود بهذا الإنجيل، كل كلمة بها معنى.
لما يقول إنه يسوع اجتاز في أريحة يعني مر بأريحة، هذا يسوع يجي لك مرة واحدة، يجي لك مرة واحدة صدفة إنه فات بهذاك المكان، وصدفة إنه زكا كان موجود بهذاك المكان، وصدفة زكا راد يشوف من هو يسوع. شيء غريب موجود بهذا النص إنه هذا الإنسان الغني، هذا الإنسان الثري، هذا الإنسان اللي عنده منصب بالدولة، نشوفه يركض ويصعد إلى شجرة الجميزة. شنو الجميزة؟ جميزة هو نوع من أنواع التين، نوع من أنواع التين، هو مو تين بس نوع من أنواع التين يشبه التين. ليش راح وصعد؟ شنو معناته هذا الحدث؟ مرات إحنا نركض، واحد يكون لابس قاط ومرتب وعنده سيارة آخر موديل وما أعرف شنو، غريب لما نسوي فت حدث محله، مو نفس الشيء بهذاك الوقت، إنه شلون هذا يصعد على الشجرة. لكن شوفوا يسوع حكمته، إنه باوع عليه، يقولون يسوع ونظر إلى الأعلى، باوع عليه وقال له انزل، اليوم أنا أريد أكون في بيتك، بمعنى إنه أنا أريد أكون في قلبك. هل يا ترى إحنا مستعدين اليوم نصعد على الشجرة حتى يسوع يشوفنا؟ هل يا ترى اليوم إحنا راح نفتح بيبان قلبنا على مود يسوع يجي يدخل في قلبنا؟ أسئلة لابد من عدها، لكن الله يدعونا أنه أبد لا نسوء الظن حتى بمن هم نصورهم هم أشرار أو هم أناس غير صالحين، أبد لا نسيء الظن بأحد، لأن ماكو إنسان كامل على هذه الأرض. واحد لا يقول أنا صالح والله هو مو صالح، أنا زين والله هو شين، لا، كلنا أناس أبناء إبراهيم، أبناء الله. أحب أنهي هاي الموعظة بقصة. كان أكو فد عائلة، هاي العائلة كان عندها طفلة عمرها 12 سنة، وهم رايحين في رحلة بالقطار ليرجعون من منطقة إلى منطقة. فبالقطار هي قاعدة عند الشباك دا تقول لأهلها الله شوفوا هذا الجبل، الله شوفوا هذا البيت، الله شوفوا هذا البقرة بالطريق، الله شوفوا هذا الشارع، الله شوفوا هاي السيارة شو محلاها. فواحد من الجالسين بالقطار اتقرب من الأهل وتعرف بنفسه، قال أنا طبيب نفساني وهذا الكارت مالتي وأقدر هاي الطفلة أساعدها لأن دا أحسها أنه محتاجة إلى علم النفس وهي مريضة. فالأب والأم قالوا لها شكراً، هي فعلاً مريضة بس كانت قبل فترة عمية واليوم شافت، فهاليوم هو كان أول منظر دا تشوف هالأشياء، فنشكرك. دائماً إحنا نصب نفسنا إنه نكون أناس متذمرين، حكماء مثل الناس اللي كانوا موجودين مع زكا، إنه نحكم شلون يسوع يدخل إلى بيت هذا الشخص، هذا إنسان هو خاطئ. هاي القصة، هاي الطفلة تعلمنا إنه لن نحكم على الآخرين إذا ما نعرف تاريخ حياته، وحتى إذا نعرف تاريخ حياته الله دائما يجعلنا أنه نتغير نحو الأفضل. حياتنا اليوم حتى في قداسنا، لما نجي على القداس ونطلع من القداس، هل راح نقول نفس زكا، نفس أمير ونفس خالد ونفس سوسن ونفس سعاد وما أعرف ناجي بسامي من يمي، ها ما لي علاقة بيكم، قصدي أنه لازم نتغير، الاسم يبقى الاسم لكن قلوبنا تتغير. جددوا، افرحوا، مدعوين احنا للفرح، للفرح. فأتمنى بهذا الأحد المبارك هسه أول ما نخلص القداس
تطلعون وانتم مكتسبين الفرحة، الفرحة، وهاي الفرحة نقلوها للآخرين. أكيد راح يجيكم تليفون ما حلو لا سامح الله، أكيد تسمعون خبر مو زين، لكن رغم كل هذا مجدوا الله، قولوا الحمد لله والشكر على كل النعم. ربنا يبارك بكم وقداس مبارك عليكم، آمين. لنقم حسنا بإيمان وروح ولنطلب قائلين يا رب ارحم. صلي من أجل رعاة كنيستك الرسولية المنطلقة إلى كل البشر، الحبر الأعظم البابا مار فرانسيس ومار لويس باترياركنا ومار أميل مطرانونا مع سائر الأساقفة والكهنة والمكرسين على اسمك القدوس، ثبتهم في الخدمة وقوهم نطلب منك. يا رب جميع المرضى، امنحهم روح الشفاء والقوة اللازمة للتغلب على المرارة والألم، نطلب منك يا من يرحم. اجل كل من انتقل من هذه الحياة لا تحاسبه على زلاته، بل استقبله على مائدتك السماوية، غافرا لنا وله الخطايا والزلات، نطلب منك يا رب. نستودع الأب والابن والروح القدس نفوسنا ونفوس إخوتنا. إليك أيها الرب والإله القدير نتضرع السائلين، كمل معنا نعمتك وافض بواسطتنا موهبتك، فتكون رحمتك وحنانك لله غفرانا لذنوب شعبك وصفحا عن خطايا جميع ابناء رعيتك التي اخترتها بنعمتك ورحمتك يا رب الكل، الاب والابن والروح القدوس الى الابد. المسيح الذي ضحى بذاته لأجل خلاصنا أوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته
ليقبل من أيدينا هذه الذبيحة بنعمته ورحمته وبحسب أمرك يا رب، حسب أمرك يا رب، حسب أمرك يا رب. توضع وتعد هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية والإلهية على المذبح الغافر حتى مجيء الرب ثانية من السماء، له المجد كل حين إلى الأبد. يقبل هذا القربان بوجه مشرق وليتقدس بكلمة الله وبالروح القدوس، ليكون لنا عونا وخلاصا وحياة أبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شو حالة ولورا والروحة قدشة المذبح قدشة نوي دخرانا دو ثلت مريم مدالها إن عالم وعدا من عالم من وامي شبي حوضا ورحمة وضحيكا صالوا نوين شيئا بوريكا نمر كل عما من وامي دخرا مرتوما المذبح قدشا عم كنيدا صاحو سديد تكلل اشفي وعن صورا كلون عن بيدين وقيت تشبهت شو حقي من دون نؤمن بإله واحد الأب وعبد وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي على يده صار كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولي من بين الأعراق وصار إنسانا وصلب عبر الأحياء إلى رأس الكرسي تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقطاع ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يوجد له ويمجد النهض من الأنبياء والكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في عالم عتيق آمين. لنصلي السلام معنا، صلوا لذكر آبائنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى وكل الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع آبائنا وأخوتنا وبنينا وبناتنا وجميع الملوك المؤمنين محبي المسيح وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين الذين هنا وفي كل مكان ليمنحنا الله الذي كللهم في يوم القيامة رجاء صالحا معهم ونصيبا وميراث الحياة في ملكوت السماء بارك يا سيد نشكرك يا ربنا على فيض نعمتك إذ أهلتنا برحمتك الواسعة رغم كوننا ضعفاء خطاة
لنخدم الأسرار المقدسة، أسرار جسدك ودمك الكريم، ونحن نلتمس منك العون والقوة لنخدم موهبتك إلينا بمحبة شاملة وإيمان صادق. آمين. ونصعد لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. السلام معكم. أكا ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أيها الملك المجيد. يقربوا القربان لله رب الكون. ذلك حق وعدل السلام معنا. يستحقوا المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من جميع الخلائق باسم ثالثك المجيد المسجود له. أيها الآب والابن والروح القدس، يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه والمحسن العظيم إلى المائتين، ألوف السماوين يسجدون لعظمتك يا رب، وربوات الملائكة القديسين ومواكب الروحانيين خدام النار والروح يسجدون لاسمك، ومع الكروب من القديسين والصرافين الروحانيين وهم يقدمون السجود لعظمتك وهم يصرخون ويسبحون بغير انقطاع وينادون بعضهم بعضا قائلين.
الإنسان بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أيها الله أبوه ضابط الكون، وشكر وبارك وكسر وعطى تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وهكذا من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كاسا طاهرا وشكرا وبارك وكسرا وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منه كلكم، هذا هو دمي، دم عهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. صنعتم هذا تعيدون ذكري. أؤمنوا ونعترف. وكما أوصيتنا يا رب لقد اجتمعنا نحن عبيدك الضعفاء المساكين، لأنك أستيدى إلينا نعمة عظمى لا توفى إذ تجسدت لكي تحيينا بلاهوتك، رفعت ذلنا وقمت عثرتنا وبعثت وغفرت خطايانا وبررتنا من آثامنا، أنرت عقلنا وخذلت عدانا يا ربنا وإلهنا، ونصرت طبيعتنا الضعيفة برحمة نعمتك الفائضة وعلى جميع إحساناتك ونعمك إلينا، نصعد لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل آوان وإلى الأبد. صلوا في أذهانكم السلام معنا. والرهبة
وصلوا السلام معنا. ليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قربان عبيدك هذا، يبارك ويقدس ليكون لنا غفرانا للذنوب وصفعا عن خطايا ورجاء عظيما للقيامة من بيت الموتى وحياة جديدة في ملكوت السماوات مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا إنه نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم، بألسنة منطقة ووجوه مشرقة نصعد لك المجد والإكرام والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل آوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح سلام السماوين وأمان الأرضين، وطد الأمن والسلام في أقطار المعمورة ولا سيما في كنيستك المقدسة الجامعة. وفق بين الكنيسة والدولة وأزل الحرب عن وجه الأرض، وأهد الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف لنحيا حياة هادية بعفاف ومخافة الله. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية، ونحن غير مستحقين. أقل نحن غير مستحقين. نقترب يا ربي من صادق باسمك إلى هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك ونرسم برحمتك جسد ودم محينا ربنا يسوع المسيح. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. يرسم الدم الثمين بجسد ربنا يسوع المسيح المحيي. بسم الله والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. يرسم الجسد المقدس بدم ربنا يسوع المسيح الغافر. بسم الله والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. المجد للأب والابن والروح القدس الإله الواحد، الكروبيم والسرافيم ورؤساء الملائكة واقفون أمام المذبح بخوف ورهبة، وهم ينظرون إلى الكاهن وهو يكسر ويقسم جسد المسيح لغفران الخطايا. لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بالخوف والوقار إلى سر جسد مخلصنا ودمه الثمين، ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق، لأن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسدا بشريا مائتا ونفسا ناطقة عاقلة وخالدة، وبشرائعه المحية ووصاياه المقدسة نقلنا من الظلال إلى معرفة الحق
وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا اختبر باكورة طبيعتنا آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر فيها نعمته العظيمة علينا. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وإرادة متضعة وبالصلاة النقية والحزن المعقول نشترك في أسرار الكنيسة ولنرجع على أثامنا برجاء التوبة متألمين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل وصافحين لإخوتنا زلاتهم. اغفر يا خطايا عبيدك وزلاتهم ونقي نياتنا من الخلافات والخصومات. اغفر يا خطايا عبيدك وزلاتهم فنتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. اغفر يا خطايا عبيدك وزلاتهم بالاتفاق وانسجام الآراء نقبل شركة الأسرار بوفاق متبادل. اغفر يا خطايا عبيدك وزلاتهم لتكن لنا يا رب لانبعاث أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية. نصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك شفاهنا. نصلي السلام معنا. وأهلنا يا ربنا وإلهنا أن نقف أمامك دوما بلا عيب بقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي أعطيتها لنا برحمتك ندعوك كلنا سوية وهكذا نقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على أعطنا خبزنا كفاح اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين آمين. أجل أيها الرب الإله القدير يا إلهنا الصالح وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين إلى رافتك الوافرة لا يا رب لا يا رب لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا وخلصنا من الشرير وعوانه لأن لك الملك والقوة والعز والجبروت والسلطان في السماء وعلى الأرض هاشا وخلزوان والعالم عالمين. Amen.
أيها المسيح رجاءنا إليك آمين. تشتمل برحمي أم كل عالم وانظروا ما أحيانا أرى فتنا من
أن نحمد ونمجد اسم عظمتك المهيب، لأنك أهلتنا يا رب نعمتك، نحن البشر الضعفاء الميتين، أن نقدس اسمك مع الروحانيين، ونشترك في أسرار موهبتك، ونلتذ بعذوبة أقوالك، ونصعد آيات الحمد والمجد للاهوتك السامي في كل حين يا رب الكون، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. آمين. بارك يا رب. ذاك الذي باركنا بكل البركات الروحية في السماء بيسوع المسيح ربنا، ذاك الذي باركنا بكل البركات الروحية في السماء بيسوع المسيح ربنا، الذي أعطانا جسده ودمه عربنا للحياة الأبدية التي لا تزول ولا تفنى، هو يبارك جمعنا. ويحفظ شملنا. ويطهر شعبنا. الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة محيا والإلهية، ولتكونوا موسومين بعلامة صليب الرب الحي، ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل آوان وإلى الأبد.